ربنا يديله الصحة. نوح ده يعني ابن من ابناء اللي انا ساعدت بيهم في تدريبهم في النادي المقاولين العرب وفي تدريبهم في المنتخب كمان، كان هو لعيب في المنتخب وانا مدرب المنتخب فكنت سعيد بيه. حمدي من النوع اللي تحب تعشريه وتعيشي معاه، اخلاقه كويسه جدا جدا جدا، وهو انسان عايز اقول ايه يعني انسان عطوف وحبوب قوي مع زمايله ومع اصحابه ومع اخواته ومع الناس كتير قوي. انا كنت اما بدرب بعيش مع اللعيبه حتى في بيتهم، ببقى عايش معاهم عارف هم عاملين ايه، مش مشاغل مشاغل ايه. فكان حمدي نوح زمان انا كنت بعرف بيته واخواته وعيلته وانا بمر مليون عرب وهو معانا، فعشان كده حمدي بالنسبه لي يعني مش كتاب مفتوح. شوفي حمدي نوح جوه الملعب رجل ذو شخصيه، يعرف ينفذ اللي هو عايزه. يعني انا كان في مهام خاصه بقولها لحمدي بيني وبينه ما اعرفهاش غير هو. يعني انا فاكر في ماتشات النادي الاهلي واحنا بنلعب النادي الاهلي واحنا المقاولين العرب، فقلت له حمدي بيني وبينه بقى انت هتلعب النهارده، خلي بالك انت هيمسكوك، عندك ماهر همام وعندك كابتن مصطفى يونس، الاثنين هيلعبوا عليك، فانت خلي بالك انا عايزك تبقى شاطر تجرب العرض كده علشان هم ايه هيتلخبطوا فيك وانا مش عايز يمسكوك. نزل والله العظيم لو انا اللي بنفذ مش هنفذ زي اللي هو عمله ده بجمال غير عادي. وبعدين قلت لمجدي كامل بقى انت يا مجدي خلي بالك انا عايزك تلعب مع حمدي عشان تديله الكور اللي تقدر تجيب جوان. وهو حمدي بقى كان ذكي، كان ياخد بقى اللعيبه دي يقعد معاها هو ويتكلم معاهم، وهم كان نجم كبير طبعا، فكان هم بيحترموا رايه جدا وبيخافوا عليه، مش بيخافوا منه بيخافوا عليه، وعشان كده كانوا بيجيبوا له الحاجات اللي هو عايزها. حمدي بره الملعب انسان جميل قوي، يعني ايه كنت تحس في الجمال ده في ايه، ان عمال النادي بتحبه، بتاع المطعم الراجل بتاع المطعم الله يرحمه اذا كان مات يقعد معانا، وحمدي نوح ما يخش ياكل في المطعم مع زمايله ياكل زيهم كلهم، انما في لفته كده تحس بيها ان الراجل بتاع المطعم بيحبه، جيب له حاجه معينه، جيب له مش عارف ايه كده. ده هو يمشي بقى في النادي، واحنا كان النادي بقى ايه كنا بنتمرن في ملعب شباب الجزيره، الحته اللي واخدينها دي ملعب شباب الجزيره دي كانت اصلا جزء من نادي جزيره، فاحنا لما نركن يبقى نادي جزيره هو جنبينا، فحتى عمال نادي الجزيره عارفين الكابتن حمدي. والله يا كابتن حمدي انا طبعا سعيد قوي النهارده ان انا بتكلم عليك، وانت عارف العلاقه اللي بيني وبينك قد ايه، لكن ارجوك خلي بالك من نفسك، وانت دلوقتي بقيت مدرب كبير، وانت شايف دلوقتي محمد صلاح ابنك عامل ايه في البتاع، فشد حيلك، عايزينك تطلع لنا بقى جيل كتير زي محمد صلاح كده ينفعونا في مصر وينفعونا في المنتخب ان شاء الله سبحانه وتعالى. اولا احنا بنشكر اللواء عبد المنعم الحاج، لان ده كان لعيب جامد قوي وانا اتدربت معاه في منتخب مصر، راجل شخصيه جميله ومهذبه ومتدين، كل حاجه كويسه هتلاقيها في اللواء عبد المنعم الحاج. فعشان كده احنا بنستأذنك احنا عايزين نعمل معاك حلقه، هنكلمك ونظبط معاك. هتقول ايه بقى هقول كابتن عبد المنعم الحاج ابويا زي ما قلت، ابهات كتير قوي معلش يا كابتن ام اتجوزت كتير اب نعم عامل معاك اب، كان بيجيني كان بتفرق معاك الحاجات دي، كان بيجيني البيت كابتن عبد المنعم ويقول لي امشي كده او اعمل كده او اسمع كلامه. قال لك ايه في مباراه الاهلي؟ قال لي كده زي ما هو بيقول لك كده بالظبط، قال لي خد مصطفى وماهر على جنب كده شويه طلعهم بره عشان نوسع لجمال عبد العظيم جاي من بره ومجدي كامل من تحت وكده. فكان مدرب كبير وانسان محترم وابن بلد وشهم،
الكابتن عبد المنعم الحاج برضو يعني من اعز الناس عندي، لاني مؤدب ما يزعلش حد، ومدرب كبير وكان ناجح جدا في قطر ومع منتخب مصر. منتخب مصر احنا كنا سوا لما أيوة لما كان معنا الخبير الروسي في نيجيريا. ايوه لما انت ما كنتش تحب تنزل حمام السباحه. مش ما كانش معايا مايو بس. طيب حمدي، قبل ما اروح نتكلم جزء على الاسماعيلي، انت ايه الهدف الجميل اللي انت سجلته في المقاولين العرب وتحتفظ بذاكرتك وبتحبه لحد هذه اللحظه؟ مباراه ايه؟ المقاولين العرب. المقاولين العرب، وانت في المقاولين. المقاولين العرب كان في مباراه الاهلي. الاهلي كان في احمد ناجي. احمد ناجي لا، جبت مره جول في كابتن ثابت البطل الله يرحمه المرحوم ثابت. بس كان حظك عالي قوي على النادي. خسرنا صرتوا ايه؟ 2-1. 2-1 اه. اليوم دوت ماهر همام بيلعب على يمان تومان. ماهر ده كان لعيب جامد قوي كمان، وكان حبيبي ماهر. لا ما انا عارف، لا انت حبيب الناس كلها يعني. شوف الناس بتتكلم عليك ازاي، واحد بيعيط وبيتكلم عليك. شوف اللي هو عبد المنعم الحاج.